أزيد من 100 فاعل وصانع قرار في مجال المالية الشمولية من 40 بلدا يشاركون في هذا الملتقى الدولي حول المالية الخضراء الشمولية من أجل التبادل والتحاور حول طرق مساهمة القطاع المالي والمالية الشمولية في الحد من آثار التغيرات المناخية. ويطرح المناخ بحسب المشاركين عدة مخاطر على التمويل، ولدخول المؤسسات المالية لهذا القطاع ينبغي أن تتوفر على بيانات وخرائط بهذه المخاطر يسعى اللقاء لتحديدها. مع التمويل كان مخاطر، وهذا قطاع ديال المناخ اللي فيه مخاطر، إذن خصنا العمل باش الناس تدخل لهذا الميدان ديال التمويل تكون عندها الخريطة ديال المخاطر اللي هي متواجدة، وحنا تنشتغلوا الآن على وضع الخريطة ديال المخاطر باش يمكن نعطيها للممولين باش يمكن حتى هما يساعدوا. ولأن النجاح باش توصل الهدف اللي كانت الطرف في المؤتمر ديال باريس نوصلوا له من ناحيه المناخ، لابد على انه الامكانات الماليه اللي هي حقيقه تتطلب بالملايير ديال الدولار خص العمل يكون شمولي بين جميع الدول باش يمكننا نساهموا في هذا الايجاد ديال هذه الامكانيات الماليه باش نوصلوا للهدف اللي هو الهدف اللي تحدد في باريس ولا في مراكش في الكوب 22. اللقاء يعد فرصة للساهرين على تنظيم وتقنين القطاع المالي من أجل الوقوف على السياسات والاستراتيجيات المحققة في مجال المالية الشمولية ومدى مساهمة هذه الاستراتيجيات في دعم الجهود الدولية في مجال المناخ، وبخاصة من قبل الدول الأعضاء في شبكة المنظمة الدولية للتحالف المالي التي يعد المغرب أحد أعضائها الفاعلين. يجب أن نقول بأنه في المغرب هناك كثير من التطور. أولا، بنك المغرب هو عضو في المنظمة الدولية للتحالف المالي منذ 8 سنوات، وهو عضو نشيط ورائد في المنطقة في عدة قطاعات مالية مثل الخدمات المصرفية المتنقلة، التربية التمويلية وغيرها من الأمور. وفي الآونة الأخيرة أصبح بنك المغرب جد واعد في نقاشات المالية الخضراء من خلال انخراطه في شبكة المنظمة الدولية للتحالف المالي، ولهذه الأسباب أخذ المبادرة من أجل تنظيم هذا اللقاء من أجل مناقشة المالية الشمولية والخضراء. وتأتي التظاهرات المنظمة بشراكة بين بنك المغرب والمنظمة الدولية للتحالف المالي في إطار الأنشطة المقررة من قبل بنك المغرب احتفاء بالذكرى 60 للبنك، وأيضا للاعتراف بالمكانة الرائدة للمغرب في التكنولوجيا الخضراء والمالية المستدامة بإفريقيا.